بسم الله والابن والروح القدس واحد امين له المجد والعظم والابد امين في سؤال بيقول السيدة الست العدرة ذهبت الاصابات في شهرها السادس وقامت عندها ثلاثة اشهر تقول ليه رجعت يعني تقول لي ما عادش يخدمها بعد الولادة يعني ده ترتيب سماوي لان يعني من البداية خالص الملاك بشر الست العدرة وقال لها طبعا الروح القدس حل عليكي قوة العلي تظللك المولود منك قدوس وابن العلي يدعى وقال لها انه يملك يعطيها الرب لك كرسي داود ابيه ويملك على بيت عقوب للابد وادها علامة على هوازة على نسبتك ايضا هي حبلة بابن الفشخاتها وهذا هو الشهر السادس تلك المدعو عاق ومن هنا الست العدرة بالفعل قامت بسرعة وذهبت في جبال يهودية وقعدت ثلاث شهور بتخدم الاصابات حتى لما ولدت ورجعت تاني هي لبيتها هنا الست العذراء قامت بخدمتها ثلاث شهور كامله وفرحت فرح كبير لفرحها ومشيت حوالي 18 ساعه على رجليها لغايه ما راحت جبال يهوديه من الناصر جبال يهوديه لغايه عشان تخدم الاصابات وتقعد ثلاث شهور وبعدين الست العذراء كانت واخده بشرط الملاك يا كانت اول يوم للحمل بتاعها وبعد كده بقت هي في الشهر الثالث فالست العذراء كانت نموذج في الخدمة وفي الحب وفي الفرح ولما اطمنت وجاء يوحنا المعمدان وبدأت تفرح هي كمان الست العذراء كانت حامل في الشهر الثالث فهي كمان لها حقها ولازم ترجع عند يوسف عشان الامور تمشي في الترتيب السماوي اللي ربنا محدده. تمشي في الترتيب السماوي اللي ربنا محدده. انما ما ينفعش احنا هنعمل ناخد الحاجات ديت نفترض افتراضات تسوء لفكرنا يعني ما ينفعش ومين فينا بيعمل كده؟ مين فينا بيعمل كده انه يروح يخدم تخدم تسيب بيتها وتروح تخدمها لمده ثلاث شهور كامله؟ مين فينا بيعمل كده؟ احنا عاوزين نخلي منطق التفكير بتاعنا هو الحب وبنتعلم انما ده اسلوب نقد على الفاضي مش حلو مش حلو حتى بعد ما تقدم كل هذا الحب برضه في نقد ده ايه تاني مش حلو في سؤال بيقول واحد أنا غضبانة جدا بسبب اهمال زوج لي وانا بشتغل وبحاول اقوم بالدوري فقط اضعاف وهو لم يشعر بي واتكلمت معاه وطبعا هو ايه طبعا يعني بتقول مكبر دماغه يعني هو احنا بنعمل اللي علينا بس حقيقة احنا بنعاني في البلاد بتاعتنا اوقات كتيرة مش في كل الحالات بعض الحالات اهمال الزوج للزوجة اوقات كتيرة الزوجة بتحتاج كلمة حلوة بتحتاج اللي يشجعها تحتاج تبقى مستريحة فرحانة ببيتها فرحانة بجثة اولادها ودايما الراجل دايما ان هو مش بيبص للنقطة دي وده مش صح دايما الست تحب الراجل يكلمها كلمة حلوة ويريحها ومش خس علينا حاجة مش هيخس علينا حاجه لما تقع في الحاره في الحاجه اللي تريح شريك حياتك اعملها اعملها بس بقول للزوجة مش معنى الاهمال انك تهملي انت كمان خليكي اكليل كبير في السماء اعمل المطلوب منك خليك امينه في حياتك مع ربنا انما ما تتاثريش بحاجه زي كده ودايما الرب يسوع المجد هو يعوض نقائصنا بقى ان هو يعتبر كده اكليلك في السماء كبير انما ما تخرجيش عن هذا الاطار ما تخربيش بيتك ما تزعليش ما تسيبيش بيتك استحملي شويه ولا لو اب اعتراف تكلميه ولو لو ليه اب اعتراف بيأثر عليه هيقول له التفت لبيتك شويه كلم مراتك كلمه حلوه خلي فيه ود بينك وبينها فرحها ف انما اوعي تهملي لا في بيتك ولا في خلاص نفسك ولا في خلاص بيتك عشان خاطر اكليلك يبقى كبير في السماء واحد بيقول انا عاوز افك الخطوبة وهي بتقول لو سبتني حموت نفسي ماذا افعل انتحرت اقول كده السبب لا طبعا ما ينفعش الكلام ده ده كلام وهي كده بنت ربنا بقى لما تعمل كده يعني تخاطب واحدة بنت ربنا لك لو سبتني حموت نفسي احنا حبيبي الزواج ده اسرة مسيحية المسيح رب هذه الاسرة لازم قبل ما بتختار زوجة بتختار ام لولادك وهي بتختار زوج تختار اب لولادها وعاوزين انسان يصونها وهي كمان تصون وصون شرفه عاوزين الاثنين يكملوا بعض في المسيح يحطوا في دماغهم المسيح رب هذه الاسر انما قلت لو فكت الخطوبه هتموت نفسي طب وده كلام يبقى بعيد عن ربنا خالص يبقى بعيد عن ربنا خالص وفي تجاوزات بتحصل غلط ما دام في كده وفي بعيد عن ربنا الكلام ده ما ينفعش يبقى في اب اعتراف بتقعدوا معاه بتعرفها الغلط بتتفقوا انما احنا ما ينفعش بالمنظر ده ابدا ما ينفعش احنا اللي بندور عليه تكون بنت العدله وتمشي صح وربنا يديها الصح ولما تبقى صح مش هتوصل لكده ابدا ولا تفكر في الكلام ده خالص وهو اللي هيموت نفسه ده بيلاقي راحه بعد كده هيقابل ربنا يقابل قاتل نفس بيشوف عذاب ما بعده عذاب. معرفش منطق التفكير بتاع البلاد بتاعنا بقى غلط مش كلها طبعا في بعض الناس شطر جدا واعيين لنفسهم حد بيقول عايل هم وبكره معايا اولاد ثلاثة في التعليم ابتدائي واعدادي بص يا اولاد احنا بندور حكايه دايما المستقبل مجهول لان يعرفه ربنا بس وعشان مجهول دايما الناس بيخاف منه إنما إحنا سيبنا نفسنا بلا ضابط ما ينفعش. دايماً ارمي حمل على ربنا، الزمن ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي مش هرجعه بس أتعلم منه، لو عملت حاجة غلط ما أتعلم منه. الحاضر بعمل يرضى ربنا فيه. المستقبل بسيبه على ربنا لأن أنا ما أعرفوش بس رامي حمل على ربنا عشان في فرح وسلام. انما في حاجه تبقوا عارفينها الكتاب بيعلمنا نصف الهموم يصنعها الانسان لنفسه اوقات الانسان يجيب لنفسه الهم وهو بلا هم ما ينفعش ما ينفعش خلي الحمل على ربنا دايما وبنسيب الامر بايد ربنا ونقول نفرح دايما بايه بقى, بقى بدايتنا وبخلاص نفسنا وعايشين مع المسيح نصلي نتناول بنعيش صح وربنا عليه الباقي كل ما كان حملك على ربنا كل ما عندك كمان قوي كل بيت في الامال وفي الفرح حد بيتكلم على اساس انسان زي زي توب اه اول حاجه عشان تقدم التوبه تعمل زي الابن الضال لما هو راجع لابيه اول حاجه عملها عمل ايه قال لك رجع الى نفسه فتقعد تحاسب نفسك حاسب نفسك رجع الى نفسه فاول حاجه في طريق التوبه تحاسب نفسك تشوف الحاجه اللي تقدر ربنا ما تعملهاش الحاجه اللي تفصلك بينك وبين ربنا ما تعملهاش الحاجه اللي حضيع ابديتك ما تعملهاش راجع نفسك لما راجع نفسه قال كم من اجيل لابو يفطع عن خبز انا اهلك جوعا والجوع الروحي اصعب من الجوع الجسد هيهلك من الجوع الروحي انما بيت ابوه شبعانين بالخبز شبعانين بالفرح فأول خطوة رجع لنفسه الخطوة الثانية قال أقوم الآن ما أجلش وده أخطر حاجة ما أجلش لأنك لو أجلت هضيع أبديتك لأن أخطر حاجة هي التأجيل أخطر حاجة هي تأجيل التوبة أقول لكم على حاجة زمان كان في إنسان عايش للأسف عايش في الغلط وضميره بيتعبه كل ما يعمل غلط فجه كل ما يعمل غلط ضميره يتعبه يقول يا رب قبل موت باربعين يوم اديني علامة يا رب انا زعلان بغضبك بس برضو اديني علامة وللأسف يستمر في الغلط ويقول هذا الكلام لجيب بره واحد في خطية وبعدها قال نفس الكلام فجأة ظهر له الملاك نور من السماء كده وقال له هتموت بعد اربعين يوم مختفى جه بعدها قال لا لازم اتوب بقى فاضل شغل 40 يوم هروح فين؟ هقول لربنا ايه بعد كل اللي عملته؟ وقاعد كده مع نفسه بقول كده بص بتاع الشيطان ظهر له ومتعود يسمع كلام الشيطان بكل اسف. قال له 40 يوم ده ربنا قابل لص اليمين وهو على الصليب. هتقعد بقى صايم وتبكي 40 يوم. فوت 10 مش هتقدر توصل ل 40 هيبقى كتروا عليك. للاسف متعود يسمع كلام الشيطان سمع كلام الشيطان. جه بعد شهر ما فاضلش غير شهر لازم قد التوبة بقى. راح قال الشيطان عنده نفس الكلام. فوت كمان 10 لغايه ما فضلش غير 10 ايام. ما بحدودش عشرة ايام حول ربنا ايه جاش الله وتحديثك على ربنا عمرك كله في الغلط وهيقبلك في عشرة ايام ولا تصدق وضحك عليه الشيطان ومات من غير ما قدم التوبة فده ما تأجيل التوبة في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة اقوم الان يبقى الان مش اغضبك تاني يا رب مش اغضبك تاني يا رب وتاخد عهد على نفسك من هذه اللحظة ما اغضبش ربنا مش اغضب ربنا ده شيء اساسي الابدية غالية ما نسيفش نفسنا بلا ضابط ما سياسة بلا ضابط. فأول حاجة عشان تقدم التوبة تراجع نفسك، الحاجة التانية ما تأجلش التوبة. الحاجة الثالثة تيجي على بيت أبوك بقى، أب اعترافك. أب اعترافك بقى وتقول له غلطت في كذا وكذا وكذا و عشان خاطر يقول لك الكتاب بيعلمنا ما تحلوه على الأرض يكون محلول في السماء، وما تربطه على الأرض يكون مربوط في السماء. اللي لك التحليل كله يقول لك حللوا وباركه يبقى توب. قدمت اعترافك قدام الله في وجود اذن الكاهن شاهد عليك ويصلي لك التحليل تاخد الحل والمكافاه الكبيره في التناول دم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطيه دم يسوع المسيح طهرنا من كل خطيه في جلمات 26 يقول لك يعطى المغفره الخطايا يبقى كده قدمت الذبيحه اللي هتنجيك قدمت الذبيحه اللي هتنجيك يبقى اول خطوه في طريق التوبه تحاسب نفسك ما تاجلش تيجي الاب باعترافك تقدم الطلبه وتتناول وما ترجعش لورا بقى احذر الرجوع لورا احذر الرجوع لورا لان الكتاب بيقول اخطا الانسان وتاب حنساله كل خطاياه في بره الذي فعل مؤخرا يؤخذ كل شر يحسب له هترجع بقى لورا لك اذا كان بارا فاسم رجع للغلط تاني كل بره يحسب له ضيعت تعبك فما ترجعش لورا على قد ما تقدر حد بيقول لو حد عنده مشاكل كتيرة لخمسة وعشرين سنة هو غضب من ربنا لا طبعا مش غضب وأحيانا هو سبب المشاكل ما نقدرش نقول كده خمسة وعشرين سنة برضه كتيرة وبعدين أنا دايما أقول أقرب من ربنا تلاقي في بركة في حياتك قرب من ربنا تلاقي بركة في حياتك دايما الإنسان البعيد بيفقد سلامه مش عاوز تفقد سلامك كل ما تعمل اللي عليك هتلاقي بركة تبقى إكليل ليك في السماء انما تيقسم من رحم ربنا في نفس الوقت تقرب تعمل اللي عليك انا واهل بيت في الرب والمسيح رب هذه الاسره ما يكونش خطاياك فاصل بينك وبين الله وكل ما تقرب هيديك فرح وهيديك سلام واطلب منه واطلبه وتجد اقرعه يفتح لكم والكتاب عليه ادعوني وقت الشده وقزك في تمجدني فين بقى من الكلام ده؟ 25 سنه ما تقولش الكلام ده؟ تدعي ربنا ينقذك فتمجده البعد وحش البعد عن ربنا وحش هو اللي يفقد الإنسان سلامه ما تسيبش نفسك بلا حد حد بالأفكار بتحاصرني بالحزن والضيق والزعل إزاي أتخلص منه. أنت الإنسان بيقود فكره طول ما أنت قريب من ربنا هتلاقي ربنا يسلك ويقويك ومداخل الفكر البصر والسمع خلي سمعك طاهر وفكرك طاهر سمعك طاهر وبصرك طاهر هيبقى فكرك طاهر عشان ما تجيبش على نفسك حروب وانت السبب فيه كل ما بتحافظ على نفسك كل ما تلاقي كل الكبير في السمع امشي صح هتلاقي المكافاه في السماء ما تسيبش نفسك بلا ضابط واتعب وده من الفكر من الله هديك علامه الفكر اللي من الله اللي فرجا فرضا لو ترجمته عمل حيكون ثمرة هذا العمل تتفق مع ثمار الروح القدس في فرح محبة سلام عفة طهارة الأناة ده من الله إذا كان هذا الفكر فرضا لو ترجمت عمل الثمرة بتاعته في حسد خصام قتل كذب زنا نجاسة يبقى ابن الشيطان يبقى تميز الفكرة من الله والفكر مش من الله ودايما تخلي مداخل الجسم البصر والسمع أطهار جسمك يبقى طاهر وحافظ على نفسك وربنا هيسندك حافظ نفسك ربنا لك. انما ما تسيبش نفسك بلا ضعف بسم الله والابن والروح القدس حد امين له المجد والعظمة والابد امين هنتامل مع بعض النهارده في رساله بولس الرسول اهل روميا الاصحاح السادس اي 11 نقول كده كذلك انتم ايضا احسبوا انفسكم امواتا عن الخطيه ولكن احياء لله بالمسيح يسوع ربنا إذ لا تملكن الخطية في جسدكم المائت كي تطعوها في شهواته ولا تقدموا أعضاءكم آلات اسم الخطية بل قدموا زواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله قدموا أعضاءكم آلات بر لله حاجة تبقى عارفينها الله خلق الإنسان مخلوق متوسط ما بين الملاك والحيوان فيك الجسد من الحيوان جسد وشهم من الحيوان وفيك الروح من الملاك لما بتمشي صح ربنا بيرفعك لدرجة ملاك عشان الكتاب يقول في السماء لا يزوجون ولا يزوجون بل يصرون كملائكة الله في السماء انما اللي بيسيب نفسه بلا ضابط ده درجة حتى من الحيوان كمان عشان كده ما ينفعش تسيب نفسك بلا ضابط وحاجه كمان تبقوا عارفينها الله خلق الارض هنا مكان متوسط بين الفردوس والجحيم تلاقي الارض هنا فيه خير وشر ابرار واشرار ملاكه وشياطين فرح والم هتلاقي كل حاجه متناقضه وكلها فانيه لا بتدومش لا فرح بيدوم ولا الم بيدوم لا سعاده بتدوم ولا حزن بيدوم مفيش حاجه بتدوم تيجي في الابديه تفصل تلاقي الفردوس كله نور جهنم كلها ظلام فردوس كله فرح جهنم كلها حزن الفردوس فيه الابرار جهنم فيها الاشرار الفردوس فيه الملائكة جهنم فيها الشياطين مع الفارق الفرح في الارض محدود والفرح في السماء غير محدود وبرضه الالم على الارض محدود والالم في جهنم غير محدود وكل انسان حر ربنا خلقك حر يا اما طريق المسيح طريق الشيطان مفيش طريق ثالث يا بتمشي صح او الساعة الناس تمشي صح كم ان شاء الله هيكبر فهنا بيكلمك ما تبقاش اعضائك الات اسم الخطيه بل الات بر فالله الات بر فالله وربنا عارف احتياجك هو اللي خلق لادم حو خد ضلع من جنبه خلق له حو وليس حاس يكون ادم لحظه ويعمل نعيد خلق له معين نظيره انما احنا نمشي صح حسب الوصيه نمشي صح حسب الوصيه زي يوسف الصديق ده هو. يوسف الصديق رغم اللي كان فيه يعني يعني واحد بيتامل في يوسف الصديق ده بيستعجب بصراحه يعني اخواته في الاول يشوف حلم ان حزبته بتقف حزب اخواته بتسجد له ويشوف ابوه يقول لك الشمس والقمر واحد عشر كوكب بيسجدوا لي وبعدين يتفاجئ بان بعد كده اخواته ياخدوا يرموها في الجب وبعد يبقى واحد الاسماعيليين ويبقى عبد في بيت فطفار وتيجي تكمل ان مرات فطفار تطلب منه الغلط وهو انسان يخاف الله عشان كده كيف افعل هذا الشر العظيم وأخطئ الى الله ودايما اقول لكل الناس دايما عشان يرمي قدامك الغلط قول كيف افعل هذا الشر العظيم وأخطئ الى الله لازم تقول كده تتعلم منه في اللحظه دي معونه من السماء بتسندك ما بيسيبكش ربنا بيحبك وبيسندك كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله ودخل السجن هو مظلوم وبعد كده طبعا ربنا ما بيسيبوش بيكافئ فربنا طلعه بحلم خلاه متدخل ارض مصر ولما تزوج تزوج وانجب من نفسه وقال الله وجل كل اتعابي وسام ابن التالي افرايم ان اللي جعلني في ارض غريبه وعاش عيشه مقدسه في الرب انت كمان او اي واحد فينا المانح تعيش كده تحافظ على نفسك تمشي صح وبعد كده لما ترتبط عيش حياه اسريه مكرمه حسب وصيه الله لان الهدف من الزواج يبقى عندك اولاد تبقى رب اسره انا أهل بيت البيت فنعبد الرب والمسيح رب هذه الاسره ده الهدف كده اه تبقى جعلت عضاك اعداء بر مش اعضاء اسم الخطيه ما تنفعش ما تسيبش نفسك بلا ضابط ما فيش حد يمشي هواه ابدا طبيعه الانسان مياله للشر والكتاب بيعلمنا الخير الذي اريده بخصب نفسي عليه والشر الذي لست اريده أراد حضره في كل حين عشان امشي صح لازم اضغط على نفسي انما اسيب نفسي بلا ضابط طب وده كلام ما ينفعش ما ينفعش ابدا عشان خاطر كده ونلاحظ حاجات كتيره مثلا زي ايوب الصديق يقول لك وضعت في نظره لا اتطلع على عذراء ما ابصلهاش حتى على الرغم حتى لما جت التجربه ومراته كانوا كانش عداء من زيه وبتقول له يعني بارك لها وموت كلمة صعبة يعني بس حاجة تانية المهم قال لها الخير من الخير من الرب نقبل الشر نقبل الرب أعطى الرب أخذ كل اسم الرب مبارك وهو اللي حافظ يعني رجع مراته لرشدها وفي اخر ربنا اداله برده أولاد تاني وما سابوش ما سابوش بس هو, الوضع هو في عز قوته وفي عز مجده وضعت في قلبه أتطلع العذراء ما بصش اولاد الله دايما متمسكين بإيمانهم أقوياء في إيمانهم مدققين في حياتهم الروحيه هو ربنا بيرفعهم ليه عشان ناس مدققه بتسلك في الوصيه بتدقيق عشان كده ربنا بيرفعها حتى وجات التجربه بتبقى تجربه لاجل خيره ومنفعته والله حز زكريا ولا صباه ما كانوا زوجين والكتاب يقول لك كده وكان برين امام الله سالكين بحسب وصايا الله بلا لوم ده الكتاب المقدس بيشهد لهم بكده وزوجين زوجين برينا امام الله سالكين سأل بحسب وسيط الله وادعوا في الوقت المحدد يوحنا المعمدان انما هي اسره أسرة زوج وزوجة سالكين سأل في وصايا الله بلا لوم وده اللي احنا عاوزينه كل أسرة مسيحية تسلك في وصايا الله بلا لوم عشان يبقى كده إكليلك كبير في السماء حط في ذهنك كده أنا وأهلي فتبقى أنا وأهلي بيت فنعبد الرب المسيح رب هذه الأسرة المسيح الضيف غير منظور في البيت شايفنا وبيراقبنا فما تسيبش نفسك بلا ضابط أرجوك الأبدية غالية لاحظ مثلا نوح وأولاده كان العالم كله شرير من حواليه إنما هم لا محافظة على نفسه محافظة على نفسه لوط وابنتيه في وسط عالم صعب يقول لك بنت ابنتي لم يعرفها رجل فهنا ما ينفعش ما ينفعش انك ايه سيب نفسك بلا ضاب ويمكن برضه يمكن اصعبهم موسى النبي في بيت فرعون موسى النبي قعد في بيت فرعون 40 سنه و40 سنه بيعرى غنم حي يسرون و40 سنه بيقود شعب الله في البريه ومات عمره 120 سنه قعد موسى النبي في بيت المصريين 40 سنه حافظ على نفسه من الغلط ما يعملش الغلط حافظ على نفسه ما عملش حاجه تغضب ربنا. ولما هرب وعاش في البريه اه تزوج صفوره وانكب زوج زوج كان ليه زوج انما ما ينفعش يمشي في الغلط عشان كده اه ما تجعلش اعضاءك لا اسم لا اعضاء اعضاء بر الات بر في المسيح. ما تسيبش نفسك بلا ضابط. وعندنا امثله كتيرة في البتوليه زي ايليا النبي ما كان بتول. بولس الرسول بولس الرسول نبه علينا قال لك اللي عاوز يبقى زيي ما هو افضل ولكن الزواج من التحرك يعني مش تمسك نفسك اتجوز انما ما تمشيش غلط امشي في الطريق اسم ربنا لكل رجل امراه تكون رجلها بس انا واهل بيت فنعبد الرب والمسيح رب هذه الاسر بس ما تجعلش أعضاءك اسم الخطيئه بلا لا تبر في المسيح هو ده الصح هدف الزواج يبقى اسره عندك اولاد ديها ثمره فما تسيبش نفسك بلا بلا ضابط وبعدين الكتاب بيعلمنا يقول لك اهتمام الجسد موت واهتمام الروح هي ابديه اهتمام الجسد موت واهتمام الروح هي ابديه في حاجه اقولها لكم كتير اول لما بنقرا في المثل بتاع الغني والعازر ويتكلم الرب يسوع له المجد والانسان غني يلبس الحرير والارجوان متنعم مترفه وعلى باب بيته لعاذر مضروب بالقروح كان يشتاى الفتاه الساقط من بائده الغني. واخر مات الغني كان في العذاب ومات لعازر كان في حضن ابراهيم واسحاق ويعقوب في حضن ابونا ابراهيم. فالغني هو في العذاب رفع عينه وشاف لعاذر في حضن ابونا ابراهيم فقول له يا ابتي ابراهيم ابعت لعاذر يبرد طرف لسانه وعزف في هذا اللهيب. قال له بيننا وبينكم هو عظيمه. لا اللي عندكم طريقة عندنا ولا عندكم روح عندكم ولا عندهم روح عندكم قال له طيب ليه خمسة إخوة ابعتهم يحذرهم لألا يجروا هم كل موضوع العذاب هذا قال له عندهم موسى والأنبياء قال لا لما العذر يقوم الموت هيخاف قال له لو ما سمعوش من موسى والأنبياء حتى لو عذر مش هيصدقوه كتير قوي الناس مفكره خطيط الراجل الغني ده اللي دخلته كنم هل عشان ما الفير بس لا طبعا في حاجه اقولها لكم في خطيه موجبه للموت وخطيه غير موجبه للموت ايه الخطيه الموجبه للموت كسر وصي لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بزور لما تكسر الوصيه اللي ربنا موصي بيها دي الموت للموت انما الخطيه غير موجبه للموت هي ايه قال لك كل بر تستطيع ان تفعله ولا تفعله خطيه بس مش موجبه للموت اقدر اصوم وما صمتش بس عشان ما صمتش ربنا خلنا كنم لا اقدر اصلي وما صليتش بس عشان ما صليتش دخلنا كنم لا بس انا من غيرهم ما اقدرش اعيش في نفس الوقت اقدر اساعد الفقير وما ساعدتوش خطيه بس مش جبه الموت ففي فارق عدم النمو خطيه بس ما دخلش جهنم انما السقوط في الخطيه سقوط في الكسر الوصيه لا دخل جهنم فهنا الراجل ده مش عشان ما ساعدش الفقير يخش جهنم لا طبعا كتير قوي مش واخدين بالهم عشان تقرا في الكتاب لك ايه كان متنعم مترفه يلبس الحرير والأرجوان دور على الجسد وساب الروح دور على الجسد وساب الروح اهتم بالجسد ما اهتمش بالروح كان مسيحي بالاسم بس يابط إبراهيم بس ابن إبراهيم اه بس بالاسم كتاب لو كنت ولاد إبراهيم تعملون أعمال إبراهيم تحفظ الوصية تعيش حسب الوصية فيه صلاة فيه صوم في تناول في عمل رحمة امشي صح إنما اهتميت بالجسد بس ما ينفعش اهتمام الجسد موت وده يمكن نلاحظه صعب قوي في هيرودس هيرودس لما جت ابنه هيروديه رقصت قدام منه وجه سرة هيرودس اللي معاه يقول لها يقسم لها لو نصف مملكتي حد يعني شو نصف مملكتك عشان شويه رأس. عشان تتفرج على كم دقيقه رقص فيهم نص نصف في مملكتك للدرجات الرأس فرق معاك للدرجة دي للعلم ما بتشبعش من النظر ولا الاذن بتشبع من السمع لو حد بيتملقك وبيمدحك مش هتشبع ولو انت بتتفرج مش هتشبع بس نصف مملكتك عشان خاطر ايه وفي الاخر تطلب راس يوحنا المعمدان تقتل الراجل النبي البريء عشان خاطر ايه اتفرجت على شويه راس اه اهتمام الجسد اه ده اهتمام الجسد وكانت النتاجه برضه ان بعد كده قتل يعقوب اخو يوحنا بالسيف وبعدها جه عاملين له برضه يوم عيد مولده عاملين له حفله وبيتملقوه ولا صوت اله لا صوت انسان لك ففي الحال ضربها ملاك الرب اكله الدود حي ومات ادي النتيجه قاعد بدور على الجسد اكل الدود حي قدام الكل ومات بقى عبره للتاريخ كل اكل الدود حي ومات اه اهتم بالجسد اهتم بالجسد لك نصف ملاك عشان تفرقش شويه راس هم دولت اه ده اهتم بالجسد هذا اللي بيدور على الجسد عشان اهتمام الجسد موت اه اهتمام الجسد موت اهتمام الروح ابدي عشان كده الكتاب يقول لك ما تجعلش الات اسم بل بر في المسيح تمشي صح عين تمشي في الطريق الصح تعمل عمل الرحمه عمل الخير تساعد الناس مش تاذيها لا طبعا حتى فكرك تكون في الطريق الصح انما تسيبش نفسك بلا ضابط قلبيه غاليه ما ينفعش تسيب نفسك بلا ضابط وبرضه الخطيه صعبه ده الكتاب بيقول لك ايه لاجل امراه زانيه يفتكر سر رغيف الخبز بكل اسف ممكن عشان خاطر امراه زانيه سن يفتكر رغيف الخبز اه اه ما ينفعش عشان كده كده بيت الزاني خراب بيت الزاني خراب ويا ما ناس بيوتها اتخربت صادونا كان واحد صديق ليا كان شغال بسك في بنك مصر يقول من كتر ما بيورد علينا لما تكون شركة كبيرة وتفلس فجأة وروح نحجز عشان خاطر نبيع الشركة في المزاد العلني نقول ستات ولا مخدرات ولا الاثنين مع بعض من كتر ما ورد علينا خطية بتخرب البيوت او بتخرب البيوت فانا بسيب نفسك بلا ضابط لا ما ينفعش تكون حازم مع نفسك كتاب بيعلمنا الخير الذي اريده بخصب نفسي عليه والشر الذي اريده ارادة في حضره في كل حين عشان امشي صح لازم اضغط على نفسي الابديه غاليه ما ينفعش امشي كده عشان كده يتكلم انه تجعل لا ما تجعل، تجعلش اعضائك لا تسمي خطيبة الاعضاء بر لا بر في المسيح ما تسيبش نفسك بلا ضابط ما تسيبش نفسك بلا ضابط خساره ناس كتير ضاعت بسبب الخطيه ديت وللاسف تبقى اللي عنده زوجته يبص لغيرها اه بيع المسيح بلا تامة عندها جوزها تبص لغيره وبعت المسيح بلا تامة بلا تامة وده للاسف الشيطان بيضحك على الناس بيه ويضيعها بيه بكل أسف ما ينفعش ما ينفعش ابدا عشان كتاب بيقول لك على الخطيه تركت كثيرين قتل وكل قتلة اقوياء تركت كثيرين جرح وكل خطاك اقوياء عشان خاطر كده دايما امشي في الطريق الصح لرسم ربنا امشي في الطريق الصح صدقوا ناس كتير قوي وتجيني مشاكلها حال واقف ناس تعبان بسأله اعرف قريب من ربنا بتصلي وبتصوم ولا في خطيه ولا ما الاتنين دول يجيبوا الخراب يا مقصر ما بيصليش خش الكنيسه يا خطيه مسيطره علي او يعرف حد زوجه غير زوجته او حاجه غير كده دايما تلاقي الخراب كله جاي من النقطتين دول عشان كده يضيع في الارض ويضيع في السماء انما تسيب نفسك بلا ضابط لا ما ينفعش ما ينفعش أبدية غالية أبدية غالية وبعدين كله على الأرض فين؟ سادونا في مرة مرات جاني شاب بيبكي موت فبقول له إيه يا ابني بتنهار ليه كده؟ قال له في الغلط فقلت له استفدت إيه بقى؟ مش قبلها زي بعدها؟ قال لي يعلم الله أبدا قبلها كان أرحم ألف مرة من بعده ده أنا ضمير بتاع ابنه هروح وحمر وحمر من ربنا فين؟ هقول له ربنا إيه؟ هقول له ربنا إيه؟ أنا مكسوف من نفسي مكسوف أصلي قول له ربنا إيه؟ حمر صعب أمر صعب. عاوز عشان خاطر كده دايماً عاوز أقول لك قرب ربنا هيسندك ولازم تبقوا عارفين على أول الطريق الضيق الرب يسوع له المجد بيسند عاوز يعيش معاه. وعلى أول الطريق الواسع هتلاقي الشيطان نصب في خاخه. طول ما أنت ماشي صح هتلاقي المسيح ساندك ويقعد ملايكته تسندك. إنما ما ينفعش تسيب نفسك بلا ضابط. ما ينفعش. ما تجعلش أعضاءك أعضاء اسم الخطلاء أعضاء بر في المسيح تمشي صح. تساعد الفقير. ترحم الضعيف اللي اليك تصفح عنه تصفح عنه تغفر عشان ربنا يغفر لك تمشي صح فكرك في الاتجاه الصح عالك في الاتجاه الصح الثمن غالي أبدية ملهاش نهاية أبدية ملهاش نهاية في فرق بين واحد فرحان مع المسيح فرح بلا حدود الأبد في واحد تاني زعلان للأسف فبكى مع الشيطان ضياع جهنم عشان خاطر ايه ايه في الدنيا تستاهل ترمي مع الشيطان جهنم إلى الابد ايه في الدنيا يستاهل كده؟ عشان دايما اقولها للناس كده تبقى عنده زوجته يبص لغيرها وبقى المسيح بلا تمن ويضيع ابديته بلا تمن والعكس برضه تبقى عندها جوزها يبص لغيرها ضيعت ابديتها بلا تمن وعمر بقى العالم ما يرويش عمره ما يشبع من الشر ابدا ده بالعكس بيبقى شر اكتر واكتر وبيتعب اكتر وبيتعب اكتر يخسر ارضه ويخسر, أرض ويخسر سامه عشان خاطر ايه بقى؟ ما ينفعش ما تجعلش أعضاءك الات اسم الخطيه لا اجعل الات بر في المسيح ما تهتمش بالجسد وتسيب الروح لا اهتم بالروح عشان كده اللي بيسلك حسب الروح ده ليه اكليل كبير في السماء محافظ نفسه من الغلط هيصلي هيصوم هيتناول هيمشي صح الابديه غاليه تيجي الشر قدام عينك زي في ده وكيف افعل هذا الشر عظيم واخطا لله بلا ضابط كده ما ينفعش وزي ما قلت لكم ما كان اليصابات و... وزكريا قال لك كان برين امام الله سالكين بحسب وصيه وزوجين زوجين موسى النبي في بيت فرعون قعد 40 سنه ماشي صح لما راح في البريه وقال كده تزوج صفوره عزه وخلف ما يعني لما يخرج عن هذا الاطار لا ما ينفعش ما ينفعش اعطاء رسم ربنا بس تتعب بأجل أبديتك اه والاكل الكبير في السماء المكافأة كبيرة في السماء أنا مش عاوز نتهاون في خلاص أنفسنا أرجوكم مش عاوز نتهاون في خلاص أنفسنا لأن الثمن غالي الثمن غالي ده غير إن الإنسان اللي ماشي مع ربنا سنده سنده ما بيسيبكش وفرحان ده الخطية أول حاجة بتفقد الإنسان سلامه تفقده فرحه تضيع أبديته عشان خاطر كده انا بترجاكم نتعب لاجل اه نتعب لاجل ابديتنا نمشي صح نمشي صح يجي الشر قدام عيني ولا كيف افعل الشر بوخت الله ايوه طبعا كيف افعل هذا الشر بوخت الله هي الابديه رخيصه تهرب واكي الشر تهرب واكي الشر لو وصلت الناس بعد اسمنا لو بعيش مع ربنا وقلت ايه كده في الاخر ابص طب وده كلام بقى تمشي في الغلط ليه بقى لا كن حازم مع نفسك كن حازم مع نفسك هتاخد اكليلك عشان خاطر بتجاهد ضد الطبيعه الميالة للشر ارجوكم الابديه غاليه وزي ما قلت في الابديه كمان اتنين بس يا مع الرب يا سفير عشان فكانا يا بنمشي صح ونساعد الناس تمشي صح يقوم ان شاء الله هيكبر عشان كده الانسان اللي بيمشي صح بيجمع مع المسيح بيجمع مع المسيح انه بيسيب نفسه لو ضابط بقى يكون معاصر في طريق اولاد ربنا عشان يدخل الناس جهنم ده كلام ده كلام ما ينفعش امشي صح وربنا هيسندك وثق تماما معونة السماء ليك ربنا يحفظنا كلنا ان احنا نعيش كما يحق المسيح لو كل مجد من الابد الابدين امين شكرا